بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حق تلاوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ومن نحب من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن قال فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أيها الإخوة والأخوات، نتابع قراءة ما يتيسر من سورة آل عمران، وقد وصلنا إلى الصفحة 66، وسنبدأ من الآية 22 بعد 100 وحتى الآية 32 بعد 100 إن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. في هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات، يحدثنا الرب تبارك وتعالى ربنا تبارك وتعالى عن غزوة بدر،
ويذكر عباده المؤمنين كيف نصرهم في غزوة بدر وهم أذلة، كان عددهم قليلا، لم يكونوا قد تجهزوا أصلا للحرب، كانوا قد خرجوا من أجل أن يعترضوا قافلة لقريش كانت عائدة من الشام إلى مكة، فهي تمر بمحاذاة المدينة، فسمع بها النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعترضها ليعوض المهاجرين عما تركوه في مكة من مال ومتاع، لكن الله عز وجل أراد غير ذلك. أبو سفيان أرسل إلى مكة مستنجدا بقريش، وابتعد عن المدينة وسار بمحاذاة البحر ليتجنب المرور قريبا من المدينة حتى لا تعترضه جيوش المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع 314 من صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم لكي يعترض تلك القافلة، لكن القافلة سارت باتجاه البحر فلم يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قريش كانت قد خرجت للدفاع عن سمعتها وأموالها، وفيها صناديد قريش وأكابر مجرميها وعلى رأسهم أبو جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم. لما سمعت قريش بأن القافلة قد نجت تشاوروا فيما بينهم، فكان رأي بعضهم أن يعودوا، لكن أبا جهل فرعون هذه الأمة أخذته العزة بالإثم وتكبر واستكبر وقال لن نرجع حتى تسمع بنا العرب ونصل إلى ماء بدر وننحر الجزور ونشرب الخمر وتغني لنا القيان أي المغنيات، فيبقى العرب يهابوننا أبد الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه الذين خرجوا يعني أسلحتهم البسيطة 314 رجلا، فأرادوا أن يلتقوا مع قريش وقد جمعت قضها وقضيدها قضيضها وحدها وحديدها. هنا تقابل الجيشان وتقابل الفريقان، وكان يوما عظيما يوم الفرقان، ثبت الله فيه عباده المؤمنين وأيدهم بنصر من عنده، وأنزل الملائكة لتأييدهم ونصرتهم. طبعا بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب النصر الممكنة، حيث رتب أصحابه وخطط للمعركة تخطيطا جيدا بوحي من الله ثم بمشورة أصحابه الكرام البررة، وبدأت المعركة، وما إن انتهت المعركة إلا وقد كان النصر حليفا للمسلمين المؤمنين، فمن الله عليهم بهذا النصر فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. في تلك الغزوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين مبشرا بنصر الله وأنه سينصرهم ويثبتهم، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. هذه الآيات نزلت فيما يخص غزوة أحد، فالله عز وجل يمن على أصحاب رسول الله أنه نصرهم في بدر وأنزل 1000 من الملائكة لنصرة المسلمين في بدر، لأن عدد المشركين كان قريبا من 1000، وأنزل الله 1000 من الملائكة كما جاء في سورة الأنفال. في غزوة أحد كان عدد الكافرين 3000، فأنزل الله 3000، بل وقال يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. فالنصر إذن أيها الإخوة والأخوات لم يكن يوما للمسلمين بالعدد والعدة. أمرنا الله بأن نعد العدة لقتال أعداء الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن النصر الحقيقي لا يكون إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله، فهو حصر بمصدر النصر الوحيد، وهو نصرة الله ونصر الله عز وجل. لذلك كان النصر في بدر حليفا للمؤمنين، إذ تمسكوا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلوا جهدهم، فعلوا كل ما أمكنهم لنصرة دين الله عز وجل، فتنزل عليهم نصر الله عز وجل، وكان نصرا عزيزا مؤزرا بفضل الله عز وجل. وأمة الإسلام اليوم مهما بلغت من الذلة لن تبلغ من الذلة ما كانت فيه في بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذن الله الذي نصر المسلمين في بدر قادر على أن ينصر المسلمين في غيرها، لكن بشرط أن يكونوا مؤمنين. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. جعلني الله وإياكم وجميع المسلمين في هذا الشهر المبارك ودائما وأبدا من عباده المؤمنين. أيها الإخوة والأخوات، الآن نستقبل اتصالاتكم أو تسجيلاتكم الصوتية على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا على الشاشة، فأهلا ومرحبا بكم. وإلى أن تبدأ وتصل اتصالاتكم أو تسجيلاتكم، نبدأ ونستعرض بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض أثناء تلاوتهم لهذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران. قال الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. والله، الواو قبل لفظ الجلالة مرققة، لأن الواو مرقق مستفل مرقق دائما. لفظ الجلالة مفخم، لامه مفخمة، والهاء فيه مرققة أيضا. وليهما، الياء هنا ياء مشددة، وبالتالي لا بد أن نبين التشديد في الياء ولا نطيل زمن كسرة اللام، فلا نقول والله وليهما وليهما، فإذا فعلنا ذلك فقد بالغنا في كسرة اللام فتحولت إلى ياء مدية، وهذا خطأ. وكذلك لا نبالغ في تشديد الياء فتصبح قريبة من الجيم فنقول والله وليهما، كأنها وسط بين الياء والجيم، أيضا هذا خطأ. ولقد نصركم، نصركم، النون حرف مرقق مستفل دائما كما هو معروف، الصاد من الحروف المفخمة كما هو معروف، لكن تجاور النون مع الصاد يجعل النون قابلة للتفخيم، فلذلك نسمع البعض يقول ولقد نصركم، نصركم، وهذا خطأ طبعا. كم، نصركم، لابد من ضم الكاف بشكل جيد. ببدر وأنتم، ببدر و، لابد من كسر الراء جيدا، كسرة التنوين وإدغام التنوين في الواو. ببدر وأنتم، ولا نقول ببدر وأنتم، بدر وخطأ، لأن الكسر لم يتم بشكل جيد. كذلك الإدغام، طبعا هنا إدغام بغنة، فلا بد أن نأتي بالغنة. ببدر وأنتم، طبعا البعض يولد حرف مد بعد كسرة الإدغام فنقول، فيقول ببدر، ببدر وأنتم، وهذا خطأ أيضا. وأنتم أذلة، لا بد من بيان الهاء التي في آخر الكلمة إذا وقفنا عليها. فاتقوا الله، ترقيق الهاء، لعلكم تشكرون، لعلكم، ضم الكاف جيدا، تشكرون، ضم الشفتين في الواو جيدا. حرف الشين من كلمة تشكرون حرف فيه صفة التفشي، فنترك الهواء ينتشر في الفم ولا نعترضه بقلقلة أو بتشديد فنقول تشكرون، هذا خطأ طبعا. معنا تسجيل بصوت الأخ بشير من السنغال، نستمع للأخ بشير، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. شكرا للأخ بشير على هذه التلاوة الطيبة الرائقة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأخ بشير من السنغال، شكرا لك على هذه التلاوة الطيبة، فتح الله عليك وزادك من فضله. أخي بشير بارك الله فيك، تحتاج إلى زيادة التشديد في إدغام الراء، التنوين في الراء في قوله تعالى والله غفور رحيم. غفور رحيم، وفاتك أن تزيد المد قليلا إلى 4 حركات في المنفصل في قوله يا أيها الذين آمنوا، فالمد هنا جائز منفصل 4 حركات كالمد الذي قبله، وكنت قد قصرته ثم عدت إليه 4 حركات.
شكرا لك أخي بشير على هذه التلاوة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أداء طيب فتح الله عليك. معنا أيضا التسجيل للأخت حنين من تركيا، نستمع لحنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، شكرا لك يا حنين على هذه التلاوة الطيبة المباركة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتح الله عليك وزادك من فضله وأقر بك عيني والديك. ابنتي حنين، عندنا ثلاث ملاحظات اليوم. الملاحظة الأولى، يمددكم، لا يحتاج أن تزيدي وقت الميم، يمددكم وليس يمددكم، لأن هذا إظهار حلقي، إظهار شفوي في كلمة واحدة. الملاحظة الثانية في مقادير المد، الملائكة، المد الواجب المتصل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، المد بمقدار أربع حركات. الملاحظة الثالثة في كلمة أو يعذبهم، فتح الباء جيدا يا حنين، بارك الله فيك وشكرا لك على اتصالك. معنا من مصر الأخت أم أترجة، نستمع للأخت أم ترجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويؤتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. شكرا للأخت أم ترجة على هذه التلاوة الطيبة المباركة، فتح الله عليك وزادك من فضله. أختي الكريمة أم ترجة، لدينا عدة كلمات أخطأت فيها في التشكيل، وهي أخطاء ولحن جلي كما تسمى. الأولى في كلمة منزلين وليس منزلين، بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وفي الآية التي بعدها، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، وليس ويؤتوكم، ويأتوكم من فورهم هذا. والخطأ الثالث، أو ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، وليس يكبتهم، أو يكبتهم. وفاتتك غنة الإدغام في فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. في هذين الموضعين أدغمت، ولكن لم تعطي زمن الغنة المطلوب للإدغام بغنة. شكرا لك أختي أم ترجة على هذه التلاوة الطيبة المباركة، وبارك الله فيك. معنا أيضا من مصر الأخ حذيفة، نستمع لتسجيل من الأخ حذيفة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض،
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا لك يا حذيفة على هذه التلاوة الطيبة المباركة، بارك الله فيك وفتح الله عليك وزادك من فضله. بارك الله فيك يا حذيفة. ملاحظتنا الرئيسية اليوم هي في الوقف والابتداء في قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. وقفت هنا ثم قلت: هذا يمددكم. هذا البدء بهذا الشكل يوهم السامع بأن كلمة هذا مكررة مرتين، مرة مع فورهم من فورهم هذا، ومرة هذا يمددكم. فهذا الوقف بهذه الطريقة والبدء بهذه الطريقة يوهم بأن كلمة هذا مكررة مرتين، وهذا خطأ في الأداء. فينبغي عليك أن ترجع أكثر من كلمة هذا، لأن هذا اسم إشارة تحتاج أن ترجع أكثر منه، فتقول: ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم مثلا، أو تقول تبدأ يمددكم، إذا كنت لا تستطيع أن ترجع فتبدأ من عند يمددكم، أو بدل أن تقف على هذا تقف عند يمددكم ثم ترجع وتقول يمددكم ربكم إلى آخر الآية. الملاحظة الثانية في مقادير المدود، ما تزال مقادير المدود عندك يا حذيفة ليست منتظمة، كل واجب متصل 4 حركات في كل المواضع. حتى تضبط هذا الأمر بارك الله فيك يا حذيفة، حاول أن تستمع إلى أحد القراء المتقنين الضابطين الذين عندهم أوزان هذه المدود منضبطة بشكل متميز، أمثال المقرئ الشيخ الحصري رحمه الله تعالى، أمثال الشيخ عبد الباري محمد في المصحف المعلم مثلا، أمثال الشيخ المنشاوي في التلاوة المرتلة، وهكذا يعني نماذج من القراء الكبار. حاول أن تضبط تلاوتك معهم لكي تضبط مقادير الغنن والمدود. شكرا لك يا حذيفة، بارك الله فيك وفتح الله عليك. معنا أيضا أيها الأخوة والأخوات تسجيل صوتي من الأخت أم أحمد من المغرب، نستمع للأخت أم أحمد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينظر
غلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. شكرا للأخت أم محمد أم أحمد على هذه التلاوة الطيبة المباركة. وقد كانت الأخت أم أحمد ما شاء الله تقرأ برواية الإمام ورش عن الإمام نافع، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، كانت متقنة ضابطة لأحكام قراءتي أو رواية ورش. شكر الله لك يا أم أحمد، وفتح الله عليك وزادك من فضله، ونسعد دائما بتواصلك معنا. معنا من مصر أيضا تسجيل من الأخت ريم. بسم الله نستمع للأخت ريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. شكرا لك يا أخت ريم على هذه التلاوة الطيبة المباركة، فتح الله عليك وزادك من فضله. بنيتي ريم، ما قلناه للأخ حذيفة قبل قليل في الوقف على هذا والبدء بهذا يمددكم نقوله لك، فلا يصح البدء بكلمة هذا، لأن هذا الوقف وهذا الابتداء يوهم أن كلمة هذا مكررة. هذه الأولى في هذه الآية، والثانية يمددكم الدال ساكن وليس متحرك، فبالتالي لا تضميه تقولي يمددكم، لا هي ساكنة. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. طبعا لاحظي يا
ريم أن المدود عندك تحتاج إلى ضبط أكثر، وكذلك أزمنة الغنم تحتاج إلى ضبط أكثر. حاولي أن تستمعي إلى كبار القراء كما أوصيت قبل قليل لضبط أزمنة المدود لديك. ملاحظة عامة في كل قراءتك يا ريم بارك الله فيك، وهي أن تفتحي فمك جيدا في الألفات، وأن توفي الألفات حقها من المد إن كان طبيعيا أو كان واجبا أو كان جائزا. فعلى سبيل المثال أن تفشل، تفشل صارت مقللة، هي تفشل والله وليهما وليس وليهما، وليهما إذا وقفنا. بارك الله فيك يا ريم على هذه التلاوة الطيبة وفتح الله عليك وشكرا لك. معنا تسجيل من الفتى محمد جنيد من تركيا، نستمع لمحمد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا لك يا محمد جنيد على هذه التلاوة الطيبة المباركة، ولي عتب عليك اليوم فقد كنت مستعجلا ولم توفي الغنن والمدود حقها، سامحك الله وغفر لك وزادك من فضله وفتح عليك وأقر بك عيني والديك. معنا تسجيل صوتي أيضا من الأخت أميمة من الجزائر، نستمع للأخت أميمة. بسم الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. شكرا لك يا أميمة على هذه التلاوة الطيبة. واضح أن أميمة ما شاء الله في بداية طريقها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من القارئات المتقنات لكتاب الله عز وجل. من الملاحظات يا أميمة، الملاحظة الأولى أن تفشل وليس تفشلا، فاللام في تفشلا مرققة. الملاحظة الثانية أن يمدكم ربكم. والملاحظة الثالثة يا أميمة ملاحظة عامة، لا تتنفسي في وسط الكلمة القرآنية مثلا بثلاثة آلاف بهذا الشكل، هذا تنفس في وسط الكلمة القرآنية لا يصح. حاولي أن تتنفسي في مواضع الوقف والابتداء، تأخذي نفس ثم تكملي، ثم تقفي تأخذي نفس ثم تكملي، وهكذا. طبعا أميمة كانت تقرأ برواية ورش عن الإمام نافع، لكن لصغر السن لم يساعدها النفس لأن تستوفي المدود بشكل جيد، لكن محاولة طيبة مباركة يا أميمة، شكرا لك. معنا تسجيل بصوت الأخ محمد من مصر، نستمع لمحمد. بسم الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا للأخ محمد من مصر على هذه التلاوة الطيبة المباركة. ملاحظة بسيطة ودقيقة يا محمد، ولكونك متقن ما شاء الله لابد من تنبيهك إليها، وهي في إدغام التاء في الطاء. عندما ندغم التاء في الطاء فإن الإدغام يكون كاملا ولا يبقى هناك أي أثر للتاء.
إذ همت طائفتان فتصبح إذ همت طا همت طا، لا نقول إذ همت طا نبدأ بتاء وننتهي بطاء، وإنما ننتقل إلى طاء مشددة. إذ همت طائفتان. فتح الله عليك يا محمد وزادك من فضله، وشكرا لك على تواصلك. وأنتم أيها الإخوة والأخوات، نشكر لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.